يا حاج. تعالي هنا. اصل الساعه بقت 8 وحضرتك هتعوز مني حاجه تاني النهارده؟ يا خبر. لا لا تقدري تروحي، معلش اخرناكي. لا عادي يا حاج، لو حضرتك قاعد انا ممكن اقعد يعني، مفيش مشكله. لا لا انا اروح انت. يلا عشان اذنك يا هناء. نعم. خلي عربية من الشركة توصلك. تعيش يا حاج. محمود خلي حد مستويني اللي عندك يستناني. شكرا. ايه ده ايه ده ايه ده، انت هنا لحد دلوقتي ليه؟ اديني ماشي اهو. خلاص هو لسه جوه؟ بقاله ساعه قاعد لوحده، لا بيستقبل مكالمات ولا عايز يشوف حد. بس انا كده شاكه ان في حاجه مضايقاه. يبقى اللي قاله مرسي صح. وهو مرسي قال يا شحاته تاني هناء تاني؟ انا مش قلت لك خليكي في حالك؟ عامله زي القراده اللي حاطه بالخره في كل حاجه. انا قراده يا شحاته؟ يا ستي قراده حلوه. انا مش قصدي، بس قصدي استغفر الله العظيم بقى. يلا يلا نخش نشوف ماله. انت مش كنت مستعجله دلوقتي؟ ما تتكلي على الله. يلا يا ست اسمعي الكلام بقى، هتبقى انت واللي في البيت عليه. يلا يا شحاته. حاضر. مالكوا اتسمرتوا كده ليه؟ ادخلوا. اصل مش عودك يا حاج يعني تفضل لحد دلوقتي. طيب يا اخي بقى من حق اعملها مره من نفسي. مالك يا حاج؟ انت حكايه ولاد عمك وحماك دي ضايقتك ولا ايه؟ مش عارف يا زكي، ساعه ما رجعت وانا مش طايق نفسي ودماغي مشغوله قوي. ما انا قلت لك يا حاج، قلت لك ان الراجل ده سكته مش عدله وكلها مطبات. اسكت يا شحاته، انا الراجل ده مش فارق معايا اصلا. امال في ايه يا حاج؟ برضو امال في ايه يا حاج؟ بنته، بنته يا زكي، بنته اللي في بيتي دي. لا حول ولا قوة إلا بالله، أعمل معاها إيه؟ طب وهي ذنبها إيه بس يا حاج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. ما هو ده اللي محيرني. خايف أشيلها ذنب أبوها وأبقى ظلمتها. وفي نفس الوقت خايف أقول ملهاش دعوة وأبقى ظلمت نفسي. في الآخر دي في الاخر دي بنته، بنته يا زكي. والمثل بيقول العرق يمد لسابع جد. وقلب القدر على فمها تتع البت لامها. ايه؟ اقلب القدر على فمها تطلع البنت لامها. الله يفتح عليك يا زكي، الله يفتح عليك. ممكن تسكت بقى يا شحاته عشان انا مش طايق نفسي؟ حاضر يا حاج. لا بالشكل ده مش هتعرف تفكر يا حاج، انت لازم ترتاح علشان تعرف تفكر على رواقه. انت اللي علمتنا كده يا مدرسه. احنا نروح للحاج منعم المحل ونسهر معاه على القهوه، يمكن مزاجك يتظبط. يا ابني اسكت، بقول لك اسكت. الحاج منعم لسه مسويني بكلمتين دلوقتي. لا اله الا الله، تقول لي اروح له؟ يبقى الصومعه شله زمان تفضفض باللي في قلبك وترمي ورا ظهرك. ها يا ريت يا حاج. اول ما بصولي فتنولي عليه وقالولي، اول ما عيني بصولي فتنولي عليه وقالولي، ازاي بعد ما فرحني بيفرح في عزولي، ازاي بعد ما فرحني بيفرح في عزول. ده أول ما عدي بصولي فتنولي علي وقالولي، أول ما عدي بصولي فتنولي علي وقالولي، إزاي بعد ما فرحني بيفرح في عزولي،
ازاي بعد ما فرحني بيفرح في عزولي؟ لا اقدر على بعد ابدا ولا احبش بعد ابدا، لا اقدر على بعد ابدا ولا احبش بعد ابدا. يا ما ناديته وترجيته، يا ما ناديته يخرب بيته انه يرق شويه ابدا. ما بيسالش ما بيسالش ما بيسالش عليا ابدا. الله 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 الله، ايش حياتها، ايه الحلاوه دي، فوقتنا والله. الله يخليك، غريبة جدا فعلا، فوقتنا بجد. امال فين صفوت يحيى؟ يحيى في الشغل النهارده، وصفوت ابنه تعبان شويه. تعبان ازاي يعني؟ تعبان زي كل يوم، محد فاهم حاجه. ايه يا عم زاك، انت هتتزاك عليا ولا ايه؟ الكيف مناوله مش مقاوله. هات، انت عمال بتتطفص فيه من الصبح، ما حدش كلمك، جت عليا سيبني بقى اوزن الطاسه. طاسه يا ابني، خفوا بقى من الهباب اللي انتوا بتتعطوه ده. إذا ما كنتوش خايفين على صحتكم، خافوا من ربنا. والله طول الوقت بنصحها يا حاج، بس هو اللي مش عايز يبطل. يبطل؟ انت هتفوقني يا زكي من الحجرين اللي انا شاربهم؟ بقول لك ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب. خدوا بالكم، ما تعملوش زي الناس اللي والعياذ بالله ناسوا الله فانساهم انفسهم. خلي بالك يا زكي من الحكايه دي. حاضر، احنا مع ربنا، خليك انت في حالك. انت اتقبلت يا ابني ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ قول الكلمتين دول لنفسه. اعملي فيها ورع قوي، واعملي بنته زريبه، وجيب لي فيها اربع نسوان، وقولي شرع الله. لم نفسك بدل ما يجي يقص لسانك الزفر ده. يقص مين يالا؟ يا ساتر يا رب. طب طمني عليه. ماشي، لا انا ماليش نصيب بقى اشوفك النهارده. ولو عوزت حاجه صفا تقول لي. ماشي يا حبيبي. سلام عليكم. أكتر حاجة توجع القلب وجع العيال، ربنا يشفيهوله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا همشي، سلام عليكم. ما بدري يا حاج. كلام صفوت عن ابنك يا ابني أوي. ما أنت اللي داخل من الأول وشافتك نسيتك. ربنا يلطف فيك. يلا بينا يا شهادة. يلا بينا يا حاج. السلامة يا عم شحات. انت ايه يا ابني؟ انت عبيط ولا اتجننت؟ ولا احتمال ولا جايز ولا ممكن ولا اكيد، مش هتفرق، محدش فاهم حاجة.